السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في الجزء الثالث للجوزة المغلفة براندا. ففي هذا الجزء هذا غادي نكمل معاكم طريقة العمل ديال هذه الخدمة هذه، وفي نفس الوقت نكملوا الطريقة ديال الطريقة اللي صوبنا بها التوب باش نقدروا ان احنا نكملوا على شكل مستطيل. المهم اول حاجة درتها وهي الغرزة الاولى ديال الزيادة، ومن بعد تنخدم في هذا الفراغ جوج ديال الغرزات باش نكمل ثلاثة. الا بدينا الحساب من الاول فهذه هي الثالثة، والان غادي نعوض هاد جوج ديال الغرازي هادو الصغار وغادي نغلف. طبيعة الحال التغلاف دائما كيكون بغرزة ماشي حبكة. المهم هذه الغرزة الرابعة وهذه الخامسة، والان نخدم اسفل هاد الفراغ الغرزة السادسة والغرزة السابعة، والآن نمشي نغلف الغرزة الثامنة ونزيد غرزة واحدة أخرى اللي هي التاسعة، والآن نعمر هاد الفراغ هذا الغرزة العاشرة، والآن الغرزة رقم 11. ودابا غادي نغلف هاد الفراغ كالعادة بجوج ديال الغرزات، الغرزة 12 زائد الغرزة 13 في نفس الفراغ، والآن نمشي نغلف نعمر هذا الفراغ هذا الغرزة 14 زائد الغرزة رقم 15. ودابا غادي نخدم آخر غرزة اللي هي رقم 16. ركزوا معايا مزيان، الآن شنو غادي ندير؟ مازال باغا ندير فراغ آخر، فلاحظوا معايا كيفاش غادي نخدم هاد الفراغ. الان ضربنا ضربه في التوب، وعندي هاد الغرزه هادي ديال الزياده غادي نتجاوزها ونخدم في الغرزه اللي من موراها باش نقدر في النهايه نحصل على خمسة ديال الفراغات. بغيت الجوزه يكونوا فيها خمسة ديال الفراغات ماشي أربعة. والان من بعد ما درت هاد الفراغ هذا غادي نعمر جوج ديال الغرازي فوق من هاد الفراغ اللي كنت درته سابقا، فالغرزة الأولى والآن الغرزة الثانية. ودابا غادي ندير فراغ، لاحظوا معايا مزيان كنتجاوز هذيك هاد التغليفة هذه كنتجاوزها وكنمشي مباشرة لهاد الغرزة، لاحظوا معايا. ودابا غادي نعمر كالعادة فوق من هاد الفراغ هذا، غادي نخدم الغرزة الاولى ونمشي لحداها وندير الغرزة الثانية. ودابا كذلك كنتجاوز هاد التعميرة هادي اللي درناها ولا التغليفة هادي، المهم كنمشي اللي من موراها وكندير غرزة باش تكون عندي فراغ. والان غادي نرجع ونكمل الغرزة الاولى ثم اللي حداها باش ندير الغرزة الثانية، وكالعادة غادي نتجاوز هاد التغليفة اللي كنا درناها وندير الغرزة. ودابا نجي نخدم فوق من هادي، لاحظوا معايا مزيان، غادي ندير هنا الغرزة الأولى ونزيد الثانية بطبيعة الحال. ودابا غادي نتجاوز اخر غرزه ونخدم مباشره فوق التوب، لاحظوا معايا مزيان كنتجاوز هذه اللي هي اخر غرزه وكنخدم نيشان فوق التوب. فالان وصلت للحجم اللي انا باغا في هاد الجوزه هذه. كيف ما شرحت لكم في البدايه قلت لكم باللي انا باغا الجوزه يكونوا فيها خمسة ديال الفراغات، فخدمتها بهذه الطريقه. بطبيعه الحال نفس الطريقه غديروها بالنسبه للسيدات اللي باغين ستة الفراغات او سبعة او على حسب نتوما والرغبه ديالكم. المهم كترجعي تعمري بجوج ديال الغرازي في هذاك الفراغ، وترجعي تغلفي بجوج ديال الغرازي في الفراغ اللي من موراه، وكذلك نعمرو هنايا جوج ديال الغرزات. ودابا غادي نغلف، لاحظوا معايا مزيان غادي نغلف بجوج ديال الغرزات هذه الاولى وهذه الثانيه. ودابا نمشي نعمر كذلك جوج، المهم هنا كتبقاو غاديين جوج 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 حتى توصلوا للنهايه. هذه الغرزه الثانيه، ودابا غادي نغلف كذلك هذا الفراغ
بالغرزة الأولى والغرزة الثانية، ودابا غادي نمشي للفراغ الموالي ونعمره بجوج ديال الغرزات. الغرزة الأولى والغرزة الثانية، والآن غادي نغلف كالعادة، واحد اثنان. ودابا غادي نمشي لهاد الفراغ الأخير اللي هو آخر فراغ الخامس، وكنغلف كنعمرو بجوج ديال الغرزات فقط. والآن غادي نضرب في التوب وصافي، سالينا الزيادة. وغادي نوري لكم دابا كيفاش غنصاوب التوب، فلاحظوا معايا مزيان. دابا غادي نوري لكم كيفاش نصاوبوا التوب، ومن بعد نرجعوا نخدموا، نرجعوا نشوفوا كيفاش هاد الكوزة غادي نجمعوها، وفي نفس الوقت نحبسوا الزيادة ديالنا. نحيد دابا اول حاجة الفنيت ونقلبوا التوب باش نقدروا ان احنا نديروا هادوك جوج ديال الفتحات اللي غادي يعاونونا باش ناخذوا شكل مستطيل اللي غادي نقدروا نكملوا به العمل ديالنا. المهم دابا غنقلب التوب، لاحظوا معايا مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا الان، اول حاجة غادي نديرها وهو نقطع هاد الطريف هذا ديال التوب. دائما سيروا على شكل مستقيم، سيروا نيشان، لاحظوا معايا مزيان، غادي تمشي نيشان. المهم انا هنا نسيت هاد الخيط هذا، غادي نحيده بالزربه ونرجع نكمل التقطاع باش نعاود نخدم به بلا ما نقطعه. المهم غتحلي هذاك الخيط اللي كنتي درتي في الاول، وغادا ترجعي تقطعي هاد التقطيعه هادي. والان اهم حاجه، اي توب كنتي خدامه به سواء مليفه سواء اي توب كان عندك، ضروري انك في الاخر ترجعي تاخدي بريكه ولا شمعه وتحرقي هذاك البلاصه ديال التوب باش ما يرجعش يتحل مره اخرى. المهم هاد الطريقه كان فايت لي شرحتها، وشرحتها كذلك في القناه ديال كروشي، لانه نفس الطريقه نفس الحاجه، التوب ترجعي تحل واخا كتخدمي وكتسالي الخدمه ديالك وكل شيء، ممكن ان التوب يرجع يتحل ولا شي حاجه. داكشي علاش حنا كنديروا ليها الطريقه باش نتفاداو هاد المشكل بصفه عامه. كاين بعض الانواع ديال التواب اللي ما كيتقبلوش هاد الطريقه هذه، ما كتشدش فيهم العافيه، ولكن نتوما غادي تجربوا على حسب. اغلب الاتواب كتشد فيهم، فمن الاحسن انكم ديروها باش نتفاداو هاد المشكل. زائد هنا ملي تكونوا خدامين هنا، حاولوا انكم تاخذوا السنتيم ولا خذوا غير مسطره عاديه صغيره وبقاو غاديين وكتعبروا. مثلا لقيتوا هنا 3 سنتيم، بقاي غادا 3 سنتيم خيطي 3 سنتيم خيطي حتى تكملي باش تقدري انك تجيبي هاد نصف طوق ديالك عبار. يعني هاد الطرف ديال التوب هذا اللي طاويين وحنايا لداخل خاصو يكون نفس المقاس، مثلا في 2 سنتيم او 3 سنتيم تبقاي غادا بها حتى توصلي للراس. نفس الطريقه درناها في الجزء في الجهه الفوقانيه، نفسها لاحظوا معايا الطريقه ديال التوب. وما تنسوش انكم تحرقوا هذوك الاطراف كيف ما شرحت لكم. ودابا عادي جدا غادي نرجع نقلب التوب على الوجه ديالو ونكمل الخدمه ديالي عادي جدا. المهم انا هنا حاولت في هذه الخدمه هذه انني نشرح الخدمه، وفي نفس الوقت قلت دايزه دايزه ندوز معايا حتى الطريقه ديال التوب كيفاش نقدروا ان احنا نبداو من الاول. مهم السيدات اللي عارفين هذا الشيء يتجاوزوا هاد المرحله هذه ومشيو يشوفوا غير الخدمه، عادي جدا ماشي اشكال. المهم كتروا الفنيت وعبروا مزيان التوب ديالكم عاد كملوا الخدمه. وغادي دابا قربت لكم الصوره كيف ما كتلاحظوا، غنزيد نخدم معكم غير واحد شويه ونتلاقاو ان شاء الله في الجزء القادم ونكملوا مع بعضياتنا العمل. كيف ما قلت لكم مرحله الزياده صافي سالات، فدابا غتجيو مباشره لهاد الغرزه هذه اللي فوق من الفراغ وتخدموا عليها. المهم ركزوا معايا شحال غادي نخدم، شحال ما كان عندكم من فراغ، خمسة الجوزة على خمسة ولا الجوزة على سبعة ولا على ثمانية ولا تسعة اللي كان، ضروري ملي تسالي وتجمعوا الجوزة تعطيكم جوج ديال الغرازي في الرأس، جوج الغرزات حدا بعضياتهم، وهاد الفراغ اللي درناه فوق من هذيك التغليفة. ودابا نكملوا الغرزة الأولى والغرزة الثانية، يعني ماشي تجي وحدة أخرى، مثلا دايرة الجوزة على سبعة ديال الفراغات
ودير لي في هذاك الراس هذاك فاش حبسنا الزياده، دير مثلا ثلاثه الغرزات، عاد دير هذاك الفراغ اللي فوق من التغليفه. راه ما يمكنش، شحال ما خدمتي ضروري غادا تجيك جوج ديال الغرزات في الراس الفوقاني والتحتاني، يعني في الراس اللي الفوق والراس اللي التحت غتعطيك جوج ديال الغرازي. القاعده الاساسيه وهو نفس العدد فاش تنحبسوا الزياده، انا ما تنهضرش دابا على المرحله اللي كنا فيها في الزياده. فاش تحبسي الزياده ديال الغرز، يعني صافي ساليتي هذاك المثلث ودخلتي في المستطيل، ضروري ولا بد انك غتلقاي نفس العدد يكرر جوج ديال المرات. غادا تعاودي نفس العدد. المهم لاحظوا معايا مزيان الان شنو غادي ندير. فاش توصلي لهاد النهايه هادي غتعطيك جوج ديال الغرازي، يعني نفس العدد اللي الفوق هو اللي لتحت. المهم ان شاء الله نكملوا مع بعضياتنا العمل في الجزء المقبل حتى نوصلوا لفتحه العنق بحول الله وقوته. شكرا على المشاهده وشكرا للدعم ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينين، وشكرا لكل سيده رائعه كتضغط على زر الاعجاب وكتدعمني باش نقدر انني نواصل. شكرا لكم كاملين.